شركة مارفيلا هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم بايثون الإصدار الثالث. لدينا موديول جديد وهو أننا سوف نتكلم باستفاضة عن أنواع التايبس التي رأيناها سابقا. نبدأ أولا بالنمبرز. إذا بايثون تدعم الانتجرز الأعداد الصحيحة والأعداد التي فيها الفاصلة floating point numbers وأيضا الأعداد المركبة التي تسمى بالcomplex numbers. أيضا الانتجرز تأتي مدرجة ضمن class الانت. الفلواتين أو الأعداد العشرية التي فيها الفاصلة تأتي ضمن الكلاس الذي اسمه float والcomplex numbers تندرج ضمن class الcomplex. أيضا في إذا أردنا نقوم بمعرفة التايب الخاص بنمبر معين نستطيع أن نستخدم التايب فانكشن. إذا هذه التايب فانكشن ترجع لنا الكلاس الذي يندرج ضمنه هذا العدد. لدينا مثلا هذه الأعداد هنا x y z، هنا عدد صحيح، هنا عدد floating أو عدد عشري، وهنا عدد مركب. إذا العدد المركب يحتوي على الجزء الحقيقي والجزء التخيلي. الجزء التخيلي هو الذي فيه هنا الحرف جيها. إذا نعمل print ثم type x. إذا لدينا python 3.py. إذا نلاحظ هنا تم إرجاع لي class integer. نجرب على الy. إذا سوف يرجع لي الclass float. نجرب على الz. هنا لدينا class complex. إذا الz يندرج ضمن class complex. أيضا لدينا هنا is instance، هذه نقوم بتمرير لها ال variable ونقوم بتمرير لها اسم الكلاس وتقوم بإرجاع لي true في حالة هذا النمبر كان مدرج ضمن هذا الكلاس. يعني مثلا هنا لدينا ال y، هل هي يعني هل النوع الخاص بها complex أم لا، عدد مركب أم لا؟ إذا سوف ترجع لنا false. هنا نعمل comment لهذه. هنا لو جربنا على z، إذا الz سوف ترجع لنا true. لماذا؟ لأن الz تندرج ضمن class الcomplex، هي عدد مركب. أيضا في البايثون نستطيع أن نستخدم الأعداد في النظام العشري، النظام العشري يعني 1 2 5 الأعداد هذه. أيضا نستطيع أن نستخدم نظام الباينري مود بهذا الشكل. نلاحظ هذا الباينري مود عندما يتم تحويله إلى النظام البيز أو النظام العشري سيعطينا العدد 107. أيضا نستطيع أن نستخدم أعداد من نوع هكساديسمال مود بهذا الشكل. إذا نلاحظ هنا لدينا 251. هنا أيضا نستطيع أن نستخدم الأعداد في نظام الأوكتال، النظام الثماني. إذا هذا النظام الثماني، هذا النظام الثنائي، وهذا النظام السداسي عشر، ولدينا هذا النظام العادي الذي يطبع لنا الأعداد 0 1 2 بهذا الشكل. إذا نلاحظ، إذا هذه هي أنواع النمبرز التي يمكن أن نقوم باستخدامها. أيضا في البايثون لدينا built-in functions، لدينا functions موجودة في البايثون مثل الانت والفلوات والكومبلكس، هاتي تقوم بالتحويل الأعداد بين التايبس المختلفة. يعني مثلا لو لدي هنا هاتي الأعداد، هنا لدي x، هنا التايب الخاص به عبارة عن integer. إذا أردت أن نقوم بتحويله إلى float، هنا نسمي مثلا أي عدد xx، هنا int، وهنا نقوم بتمرير x. إذا هنا x سيتم تحويله، طبعا نستخدم float، إذا سيتم تحويله إلى عدد عشري. إذا هنا نعمل print لل xx. إذا كما نلاحظ هنا 3.0، إذا تم تحويله إلى عدد عشري. ولكي نتأكد من ذلك سوف نستخدم التايب أو is instance، لا مشكلة. إذا التايب الخاص بهذا الفاريبل سيكون float. إذا نستطيع أن نقوم بتحويل هذه الأعداد من type إلى آخر.
إذن هنا مثلا لدينا الزد. هنا الزد هو عبارة عن string قمنا بتحويله إلى integer عن طريق built-in function int. وهنا نقوم بالتأكد هل عندما نقوم بتحويله هل سيكون مدرج ضمن a class integer أم لا. إذن يرجع لنا true. أيضا لدينا هنا قمنا بجمع الx والy 3+4=7 ثم قمنا بتحويلها إلى الفلوات. هنا نتأكد هل سيتم التحويل إلى فلوات أم لا. إذن كما نلاحظ أيضا لدينا true. هنا الd هذا عبارة عن فلوات نريد أن نقوم بتحويله إلى integer نرى هل يتم التحويل أم لا. إذن نلاحظ هنا فقط يتم طباعته لثلاثة. إذن ما بعد الدوت هاته يتم حذفه. نتوقف عند هذا الحد، وفي الفيديو القادم إن شاء الله سوف نتطرق بالتفصيل إلى جميع الفانكشنز الموجودة والتي يمكن أن نقوم باستخدامها. لدينا الماثيماتيكال فانكشنز، لدينا الراندوم نمبر فانكشنز، لدينا التريجونومتريك فانكشنز، ولدينا الماثيماتيكال كونستانت. سنقوم إن شاء الله بالتطرق إليهم جميعا في الفيديو القادم. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الشرح. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.